وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حبيبي يا ربي اللي جمعتنا في الليل على طاعتك، اجمعنا هكذا يوم القيامة مع الحبيب في جنتك. أقول آمين. اللهم آمين رب العالمين. أتمنى لك عميتي. آمين. الله يشفع فينا خيارا. الله يرحمنا بمرحوم فينا. آمين. الله يرحم والدينا ووالديكم. لا يعذب شي واحد من أمة حبيبي رسول الله. اللهم لا تميت مسلما حتى تتوب عليه. الله يشافي مرضى المسلمين، يفرج كرب المكروبين، يصلح حوائج المحتاجين، يصلح أولادنا وأولاد الناس أجمعين. هذا يقولوا السي سعيد. يقولوا السي سعيد ياك. السي سعيد. السي سعيد السي إبراهيم. السي سعيد السي إبراهيم. كيف هذه هذاك بجدوني كاع ديرنا كل واحد وحده. الشرك والشرك سعد وسي ابراهيم. اللهم بارك لهما وعليهما. اللهم اجمع بينهما وبين ازواجهما في خير. اللهم اجعل هذا القران سببا لسعادتهما في الدنيا والاخره. نطلب الله تعالى يرزقهما الطيب والذريه الطيبه الصالحه المصلحه. امين. نطلب الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل يوفقهما حتى ترفرف السعادة إن شاء الله على بيتهما. الله يجعل هذا القران سببا إن شاء الله لسعادتهما في الدنيا والآخرة. الله يجعل هذا الزواجات زواجات لزوجيهما في الدنيا وفي الجنة. واجعلهما أيضا أزواجا في الدنيا وأزواجا لهما في الجنة. هذا اللي إن شاء الله تبارك وتعالى ما رام غيعني مزربه ومازال ما تزوجوش، الله يزوجهم. يقولوا امين. الله يسهل عليهم مساكين. واللي مزوج وما عندوش الوليدات الله يعطيه الوليدات. امين. واللي عنده الوليدات نطلب الله تبارك الله يصلحهم. اللهم امين. واللي عنده غير وحده الله يزيد له الزوجه. امين. يا بن عمي خوفي خير لا نوقفوا هنا وصل باش ما نديروش شي مشاكل. والله يعفو علينا وصحبه. يعني ملي قالوا لي العريس هو سعيد بلا ما يقولوا لي ابراهيم، وخط الدور في الراس تاعي واحد الفكره، ومن بعد نوليو لابراهيم ان شاء الله تبارك وتعالى. واحد السيد يقولوا له سعيد راه مات في قطر، سموه سعيد الزياني راه معروف، وهذا باذن الله تبارك وتعالى سئل من قبل احد الصحفيين تسمى سعيد فهل أنت سعيد؟ هل تستشعر السعادة؟ ولا غير سميتك سعيد وأنت أشقى الناس؟ فقال
انا سعي سعي قلعده تبقى سعي، وانا الان اسعى للحصول على الدال، يعني عاد نجري باش نولي سعيد. اما انا الان يسعى سعي سعى يسعى سعي، هذه قالوها بكري. قال بعد سنوات كنت أبحث عن السعادة في كل مهنة امتهنتها، فبدأت في الصحافة. أنا كنت صغير في البادية وعندي واحد الراديو، وذاك الراديو دار له واحد حجرة ديال لامبول، لامبول كان كريم، وكان سمع واحد البرنامج ديال الأحد ولكم، وكان يكون في هذا سعيد زياد وش كان تبعه، فكان مذيعا ناجحا. إذا أنا نجح فش. قال فلم أجد السعادة في مسألة الصحافة، فدخلت لما الغناء صوته جميل فزادت شعبيتي، ومع زيادة الشعبية بحثت عن السعادة فلم أجدها. كنت أظن أن السعادة توجد خارج الإنسان يبحث عنها كالسراب، كسراب بقيع. قلت إذن أخطأت العنوان، فبدأت أبحث السعادة عن أمر آخر، فدخلت التمثيل، المسرح والتمثيليات، أصبح الآن ممثل، فزادت شهرتي، ولكن لازلت أسعى لكي أصل إلى الحرف الأخير من اسمي، فلم أحصل عليه. فلما جربت كل هذه ولم أحصل على بغيتي، قررت بعد ذلك أن أدخل إلى عالم آخر، فبدأ يدعو إلى الله تعالى مع جماعة التبليغ، وحينها بدأ يتذوق حلاوة الإيمان، وعلم أن شيئا يتحرك في قلبه لم يكن يستشعر به أبدا وهو يمارس تلك المهن. فعكفت على القرآن فحفظ القرآن، ثم بعد ذلك ذهب إلى قطر، كنت تشوفه يعني، وصار يخطب في منبر أحد المساجد بقطر، وكان يذهب في كل أسبوع من الدوحة إلى مكة في سيارة لاند روفر، ويأتي بماء زمزم فيشرب ماء زمزم الأسبوع بأكمله. قال فالآن وجدت الدال، أنا الآن سعيد. فلم يدم ذلك طويلا حتى في إحدى رحلاته إلى مكة لجلب مياه زمزم وقعت له حادثة فمات، مات على ولان احنا عندنا سعيد وخلينا بربراهيم. سعيد الآن يبحث عن السعادة. اقتضت حكمة الله تعالى أن العبد لوحده إذا عاش لوحده يصاب بالوسواس، فأغلبية الوسواس إنما تكون عند اعتزال الناس. ولقد قال حبر الأمة ابن عباس لولا خوفي من الوسواس لاعتزلت الناس. إذا كان حبر الأمة وترجمان القرآن يخشى من أن يصاب بالوسواس إذا اعتزل الناس، فماذا يقول الذي يبيت وحده وقد سلط عليه الوسواس؟ لأن الشيطان يكون على الواحد أقدر على الإضلال، وكلما كثر الناس كلما قل الإضلال، لأن الشيطان يقدر على الواحد. فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذيب من الغنم القاصية، وذئب الإنسان هو الشيطان، فلا ينبغي أن يعيش الإنسان عزبا. فإن بعض الدراسات في أمريكا، دراسات نفسية واجتماعية، رأت أن أكثر المرضى نفسيا والذين لا يستقرون ولا يعرفون السعادة شنو العزاب. العزاب
فأردت بإذن الله أن أربط اليوم أن أربط لكم اليوم بين الزواج والسعادة. هل الزواج فعلا سبب من أسباب تحقيق سعادة المرأة في الدنيا والآخرة؟ مع السي إبراهيم طبعا أو لا؟ قولوا لي الله يرحمك والدي، الإنسان إلا تزوج غادي يكون سعيد ولا كيفاش يكون؟ ها؟ الله أعلم، الله أعلم. شحال من واحد كان سعيد وماشي مزوج كيتزوج تشتت ليه السبل. إذا لا بد إن شاء الله تعالى أن يبدأ الإنسان من حيث يجب أن يبدأ، لأن قصده هو اسمه، والقصد نتاع المؤمن في الدنيا واسمه هو، واسمه هو يعني القصد نتاعه واسمه هو أن يكون عبدا لله وأن يعيش طائعا لله، كان عزبا أو متزوجا، كان في الأرض أو في السماء. اتق الله حيثما كنت، لوحدك في السماء في الأرض في البحر بينهما، المهم لا تنسى الله، لا تنسى الله. فواهب السعادة هو الله، يسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ولكن جعل لسعادة العبد في الدنيا والآخرة أسبابا. من اتخذها بصدق يريد وجه الله رزق الله تعالى السعادة، وإذا أخطأها الإنسان ولو زعم أنه مسلم فلن يصل أبدا إلى ما يعطي الله لعباده وفقا لمنهاج العمل واتخاذ الأسباب. فإن الدنيا لا تحابي أحدا، كما قال سيدنا عمر لشباب وجدهم متكئ الرؤوس تركوا الأخذ بالأسباب متوكلون، قال من هؤلاء؟ قال متوكلون، قال بل متوكلون متواكلون، يعلموا أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولكن اتخذوا الأسباب واعملوا، فإن الدنيا بنيت على العمل والآخرة بنيت على العمل، فمن يعمل ومن يعمل. فلا ينبغي أن تكون كسولا كهذا الجيل الذي يطلع الآن وقد أفسدته هذه الوسائل، وصار يريد عياذا بالله أن يغتني بدون اتخاذ الأسباب. فتجد المسلمات يبحثن عن المال بالتعرية لترويج والعياذ بأجسادهن وهن مسلمات في هذه المصيبة من أجل دريهمات. فهل هاته يمكن أن تجد سعادة وهي تسلك سبل الحرام؟ يأبى الله لمن عصى أن يكسبه أبدا لذة السعادة، سيشقى سيشقى سيشقى، لأن من يبحث عن السعادة بهذه الطريقة الخاطئة مثله كمثل من وصفهم الله في سورة النور، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات بعضها فوق بعض أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أحلك كلام رب. هذا الإنسان الذي لا يؤمن بالله يتحرك في الأرض يعمل، ولكن عمله حال ذلك الذي يمشي في بيداء شاسعة ليس معه ماء فيصيبه ظمأ شديد، ظمأ الأرواح التي لم تتصل بالله، حتى ولو أكل وشبع وأطعم هذا البدن فإن جوع الروح
أبدا 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 لا يجد لها غذاء إذا أخطأ غذاءها الذي جعله الله لها. بقيع يحسبه الظمآن ما يرى هنالك سرابا من بعيد لانعكاس الشمس على الرمال، فيعتقد لشدة العطش أن ذاك ماء، فيسرع ويسرع ويسرع ويزداد عطشا، فحينما يصل لا يجد الماء فيزداد عطشا فيجد الله عنده يموت، فيلقى الله ولم يشبع نهمه من وسائل السعادة. الله الله. ولذلك أنت أيها المتزوج اعلم أنه قبل أن تسأل هل الزواج يسعدك أم يشقيك، فاعرف أولا ما هي وسائل السعادة. أما الوسيلة الأولى فهي قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، عليك أن تكون بإذن الله متصلا بكلام الله، كلام الله هو سر السعادة، فمن قرأه فهو الروح الذي تغذي به الروح، روح من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، سورة الشورى. روح الروح القرآن هو الروح. إذا كنت تذكر غير المادة وتوكل غير هذا البدن، لأن البدن من تراب وطعامه من تراب، فإن هنالك روحا طعامها روح، فهي نفخة الروح في هذا البدن، طعامها هو ما أنزل الله من روح للأرواح، فالقرآن شفاء للأرواح، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما كاش دواء، هو شفاء، شفاء لتصحر القلوب، شفاء لقسوة القلوب، شفاء للبعد عن الله، شفاء من كل ما ينغص عليك الحياة عندما تعصي الله. اجعل القرآن ربيع قلبك، اجعله منطلقك، اجعله غايتك، اجعله منهاجك، عليك أن تعيش في القرآن بالقرآن للقرآن من أجل القرآن، حتى يينع القرآن في قلبك. فقد كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام في الدعاء ديالاش كيقول اللهم إني ابن عبدك وابن أمتك وابن عبدك، ولا كيقول النبي عليه الصلاة اللهم، حتى كيقول واجعل القرآن ربيع قلبي، نسأل الله أن يكون القرآن وربيع قلبي، الربيع ديال القلب يعني حياة القلوب. ولذلك الشقاء الحقيقي لمن؟ المبتعد عن القرآن، ولو تزوج 100 امرأة ولو أكل وشرب وتمتع ولم يترك نعمة إلا تلذذ بها، لكن لن يعيش السعادة أبدا، سيعيش الشقاء. الله أكبر. سعادتك في كتاب الله. الله لا إله إلا الله محمد. إحنا يدرك منين يجي الزواج، الزوج سمعتم يتكلموا قالك علينا أن نطالب بإلغاء الفصل كذا من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات خارج إطار الزواج والتي تسمى العلاقات الرضائية. تبغي تبدي الزواج ديالك بتحليل الحرام وتقليل الزنا؟ كنت نسمع القبلات واحد من هذوك الناس اللي كانوا مدينين بكري واليوم نقلبوا، يقول له شكون قال لكم انتم الزواج نعم سيدي بذوك الشروط اللي كانت تقولوا؟ هذوك قالوا غير الفقهاء، قالوا الشرط اللي متفقين عليه الفقهاء واسمه هو التراضي بين الرجل والمرأة، إذا تراضوا معناه تشكون، إذا تراضوا ما نحتى بلا كاغت بلا صافي، قالوا هذاك هو الزواج. خسئت 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 خسئت. بغيتوا تعيشوا انتم السعادة بهالشي ديال الانحرافات؟ ما تعرفوا اللي كيتزوج على الشرع وعلى القرآن يقولوا جيت نطلب عليك بنتك على كتاب الله،
سنة رسول لكتاب الله. تقول النبي صلى الله عليه وسلم تقول الله في النساء فإنكم استحللتن فروجهن بكلمات الله. بكلمات وصدر باسم الزواج. كاسم الزواج اسم الميثاق العظيم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. سمى الله هذا العقد بالميثاق الغليظ ولم يسمي عقدا من العقود المدنية أو الاجتماعية أو التجارية، لم يسميه أبدا بالميثاق الغليظ إلا ميثاقين اثنين، ميثاق النبوة وميثاق الزواج. حتى لأن العبد حينما يتدبر ويتفكر أي شيء يجمع بينهما بين ميثاق الزواج وميثاق النبوة حتى يشتركان في هذا الاسم ميثاقا غليظا غليظا. ودعنا ذلك لم كان عود للناس لن شوفوا المشترك بين النبوة كميثاق يربط بين الرسول وربه وبين ميثاق الزواج الذي يربط الزوج والزوجة أن ميثاق النبوة لا يستمر إلا في وجود نسل والنسل لا يستمر إلا في وجود الزواج. يعني أن ميثاق النبوة اسمه هو أن الله أخذ على النبيين أن يبلغوا. هو ولا كان عام سيدي ما كانش الزواج وما كانش الأجيال لما يبلغوا الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة وشو العلاقات خارج إطار الزواج. الشيء اللي غادي تدعي التفسير يا ربي ما قيمة النبوة إذا لم يكن هنالك زواج. ولكن بيجي يقول النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم زين تزوجوا الودود الولودة العؤود. الودود راكم عارفين شكون هي التي تود زوجها وتقصر البصر والنظر على زوجها، والولود هي التي تلد لك الولد وتترك من بعدها ذرية صالحة عدادات حسناتها يجل الله عليه عليك بعد موتك في وجود الصالحين الذين أخرجهم الله من صبك ومن رحم زوجتك. والعاود شكون هي العاود؟ شكون يقول لي العاود واسمه نعطي 10 درهم 700000؟ الولود راكو عرفتوها، الولود راكو عرفتوها، والعاود اللي ما يبغيش كاع الناس يذكروها ها شوف واش بقات شي عاود اليوم ولا لا. يقول واش هي العاود؟ قول العاود هي كثيرة العودة أي تعود في الساعة أي حينما تخاصم زوجها تسارع لتتصالح معه. وخير لهم هجي تسلم له على رسوله آه رجلي يا زوجي الطيب يا جنتي يا جنتي اسمح لي. فلا ينام غضبان أبدا فإن المرأة العؤودة التي نالت أعظم الحظ عند ربها لا يمكن أن تترك زوجها حتى ولو ظلمها أن ينام وهو غير راض مخافة أن تصيبها ما يصيب المرأة عند غضب الزوج عليها. رب اسمع ماذا أنت بغيت السعادة هالطريقة تاع الزواج علاقات خارج إطار الزواج هالتبرج بناتنا عندهم السرة والمقطعين ولادنا عندهم السرة والمقطعين ويتلاقوا في البحر عرياني وفي المصيبة تحت وسائل التواصل عرياني وهذا الشيء تاع الشاط في المصايب. إيش من حياة اللي بقات مشي ونموت ونحسن ما يبقاش تديروا ما يبقاش القرآن وش تديروا هنا يا واش غادي نديروا الناس؟ الصحابه قالوا رسول الله قالوا يا رسول الله أظهر الارض خير لنا من بطنها ام بطن الارض خير؟ زعما واش الحياه نتاعنا احسن ولا نمشيو نموتوا خير؟ سمعوا سيدنا النبي وسلم قال اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم اسخياءكم والامر شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها. الحياة حسن، العدالة كاينة والكرم كاين والأمر شورى بينكم فالحياة بحال راك عايش في الجنة. كاين الحياة كاين الكرم كاين العدل كاين الإحسان كاين المحبة في الله
كي تعاون على طاعة الله. وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم والأمر إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهر. تموت حسن وش دير هنا؟ أش هاد الحياة؟ أش هاد الحياة هذه؟ أش من حياة هذه؟ حينما يكثر الخبث ولا تجد من يقول هذا خبث، أية حياة يستطيبها المرء المؤمن. يجي واحد الزمان على المؤمنين من أمة رسول الله لكثرة ما يرى من الفتن ولا يقدر على التغيير، يمر على قبر صاحبه الميت ثم يعانق القبر وهو يقول يا ليتني كنت مكانك. تمنيت لك وكنت انا هنا يا تحت الله. ايوا واش غادي دير انا؟ ما بقات امان، ما بقى. قال لك سيدنا النبي انت خير الزمان، ان بين يدي الساعه سنون خداعه يصدق الكذوب ويكذب الصدوق ويخون الامين ويؤتمن الخائن وينطق الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ صلوا عليه، صلوا على حبيب رسول الله. قال الرويبضة الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، رجل التافه مرجعية وغاية وسلوكا وأخلاقا، يتكلم في أمر الأمة، يتصدر المجلس ويتكلم باسم الأمة وهو لوكع ابن لوكع. قال عليه الصلاة والسلام من علامة الساعة يكون أسعد الناس بالدنيا لوكع ابن لوكع، لا أصل ولا فصل. أكثر الأولاد اللي معنا شبوات لوكع ابن لوكع. لا حول ولا قوة. إذا أردت إذن أن تكون سعيدا في الدنيا وتلقى الله سعيدا، ما عرفناش واش عاودوا تلاقوا ولا ما تلاقوش، احرص على التشبث بكتاب. لا يمر عليك يوم إلا وقد قرأت من كتاب الله ما يشبع نهمك على حسب وقتك. اسمع واش راك تفهموني ولا غرننا؟ واش راك تسمعوني ولا زعما غير ندير القصص؟ ايوا اسمع سيدي، ما فهمتهاش نقولها لك بالدارجه. ما خصش يمر عليك شي يوم وما تكونش فتحت المصحف وقريت ما تيسر لك من القرآن في الليل في النهار في أي وقت عندك، ما يفوتش عليك شي نهار. لأن إلا مشيت أنت عطيت وقت كل شيء غير يجري يجري يجري، غهطش غهطش غهطش، وما عطيتش واحد شوية تاع الوقت، غير شوية تاع الوقت للقرآن، كيف بغيت تعيش أنت حياتك منقطع منفصل على كتاب الله؟ أش من بركة؟ أش من بركة؟ أش من بركة؟ ولذلك هذا هو سر السعادة. إذا جيت تزوج وعارف الشرع وعارف القرآن غادي تعرف حق المرأة عليك وتعرف واجبك نحو الزوجة وتعرف كاع المسائل. سيدي ربي يقول هن لباس لكم وأنت من أنت ستر، أنت ستر، أنت عاوية ستر ديالك. سيدي ربي سبحانه عز وجل يقول لك في القرآن ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا السكن، تكون لك سكن، تكون المودة وتكون الرحمة. إذا القرآن أحبيبي، القرآن هو الأول. تزوج على كتاب الله، طيع الله كما قال ربي، لا تعصي الله كما نهاك ربك، دائما اتصل كتاب الله تعالى. هذه الأولى. ثانية إن شاء الله تعالى باش تكون سعيد بإذن الله في الزواج وقبل بالزواج. الثانية واسمو يا الوقت شقول لي؟ شكون يقولها لي إن شاء الله؟ الثانية الأولى القرآن. ما أنزلنا عليك القرآن شخا.
الله تعالى نهى قال لك ما يمكنش سيدي ربي نزل عليك القرآن باش تولي انت شقي، نزل عليك القرآن باش تساعد في الدنيا والآخرة، هذا هو المقصود. والثاني ما اسمه؟ اتباع السنة وكذا، وقبل بها ان شاء الله تبارك، قبل بها ان شاء الله، قبل بها. إذن فهذا السعادة عند سيدي ربي سبحانه وتعالى، فاطلبها من الله. قال تعالى في كتابه الكريم كفى يا عصام ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. لا يشقى العبد إذا كان يدعو الله، يا رب أعطيني زوجة صالحة، يا رب أعطيني زوجة صالحة، يا رب أعطيني الدران صالحين، يا رب يلفسد الدراني كذب الله يرحمه يدعي دايما نسمع به، يا رب له ليجي يحنظنا يا ويلا جحت تموت. نقول له ابو اسمرك تقول يا ربي له ليجي يحنظنا يا ويلا جحت تموت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سليما. ادعي سيد رب. والذين يقول، هذه من صفات عباد الرحمن في اواخر سورة الفرقان، والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا الله. وشوفوا الذين يقولون فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار. مليت بدي وانت فين جيت سجد تصلي تدعي في السجود في الدار في يا رب يا رب، كما كسيدنا داود يدعي سيدنا رب يقول يا رب أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب وأعوذ بك من ولد يصير علي سيدا. دلنا من علامة الساعة أن تلد الأمة ربتها. الآن ما أنت ولد بنت تحكم فيها والباين يولد ولد يولي يسيره يولي يجربها في الماء، والبنت تكون متبرجة تدي أمها بالحجاب وكل نهار تقلع لها فرانة وغدا تقلع كل شيء حتى تكون هي وياك السعيدية تاع الروز. سمعت يا سيدي؟ وسمعت؟ دعي الله. الله إذا راك مزوج دعي الله. يقول هذه المرأة يا ربي تحفظها من الفتن يا ربي، يا بس أنت تكون بعد عودك قبل راك ماشي أنت يا ما أنت، لا أنت تكون قابل في القرآن في الأول وتدعي وتدعي، ولا ماشي مزوج قبل ما تزوج دعي ادعي ادعي يا رب يا رب قيض لي امرأة صالحة تعينني على أمر الدين والدنيا والآخرة، فوالله الذي لا إله غيره ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله من امرأة صالحة إذا نظر إليها أسرت وإذا أمرها أطاعت وإذا غاب عنها حفظته في ماله وفي نفسها. واسمعت دعي الله ما تكلش على الذكاء ديالك. شي ناس قال لي أنا إن شاء الله تعالى كنت ندير الشاط وغادي ندي واحدة المرأة من كندا واسمه يضرب السبسي واش يقول فيها الشاط؟ لعله وعسى قال لك نهديها هي راه ضرب السبسي وأنت إن شاء الله تعالى ملي بغيت غير الفلوس أنت ما تبقاش ضرب السبسي أنت تبقى ضرب ماشي ضرب السبعاسة. واش تفيش هذا؟ هذا هو هذا الزواج هذا هو. واحد ديها بكانتينا خرجها بكانتينا واش ضرب بك حتى لو بغيت الدين تاع الكتابيه تخصو محصنات ومحصنات من الذين اوتوا الكتاب. تزدش المراه اللي كتكون هكذا لا ترد يد لامس. هل المسلم يرضى ان تكون زوجته عياذا بالله على هذه الحاله يستامنها على عرضه وعلى تربيه اولاده؟ واش هالشيء واش هالشيء هذا واش هالشيء هذا اللي راح نشوفه في هذا الزمان؟ واش هادشي نشوفو المرأة تخرج مع راجلها كيما الحالة ما فماش ويشجعها؟ واش هادشي واش هادشي المهرجان ملي نشوفو تشوف النساء يعني يجي المغني وتبقى تقلع كسوتها واسمو هادشي واش هذا واش حدا وراهم الباينين وراهم الوالدين
ورقوا أنفسكم وأهليكم نارا. كنت ندير مع الفجر واحد الدرس بكري، كنت نصلي بالناس الفجر في الفيتنام. وسقساني واحد السيد قال لي يا عبد الله الله يرحمك بغيت نسقسيك اخويا. قلت له مال؟ قال لي درك واسبوع غادي يكون حسابنا عند سيد ربي. درك انا راك تشوف فيا تهضرت على النساء وهضرت على انا البنت نتاعي كتخرج بالكولون وتولي كذا واش غادي يقول؟ قلت له انت درت اللي درت، الا درت الا درت اللي قالك سيد ربي، درت الواجب، درت الواجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لاعبهم سبعا وعلمهم سبعا وصاحبهم سبعا 21 سنة. إلا درت هالشي الواجب اللي درته، أنت راك درت اللي درس اللي قالك سيدي ربي. إلا صادف إن شاء الله القلب ديالها واقتنعت والحمد لله حبت، هذاك الشيء فضل الله تبارك وتعالى. وإلا هي زاغت، لا سلطان لك على قلبي، أنت درت اللي عليك، درت اللي عليك، بصح إلا أنت ما درتش الواجب غادي تكون مسؤول. بقى يبكي. قلت له مالك عشقتك؟ عشقتك؟ قال لي واه فرطنا فرطنا. قلت له واخا، أنت درك منين راه تخرج هكذاك؟ بداك الصاك مع الصباح وتشوف فيك هكذا وتدي السروال تاع هذاك. قلت له راك راضي؟ قال لي لا. قلت له صافي. قلت له راك تقول لا؟ قال لي راني نقول لا. قلت له صافي. لأنك إذا لم ترضى بصنيعها ولو في عقر دارك فهذه أدنى مراتب التغيير. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه. وذلك غفور لمن أنت هذاك الشيء اللي تقدر درك. راهي عندك 25 عام، شو تقدر تهضر معها قاعد تقول لك أنا قرأت وأنت ما تفهم شابة وكذا، شو غادي تدير؟ صافي انت درت اللي عليك. لان المنكر لو فعل في ابعد نقطه وانت راض به تتحمل وزره يوم القيامه لرضاك به، ولو فعل في عقر دارك وانت ترفضه وتنكره الله تعالى يبرئك من ذلك الذنب لانك تنكره لا تريده. القضيه قضيه قلب. صافي عاد مسكت سكت. لا ترك ما باغيش، واش انت باغي بنتك؟ واش انا باغي بنتي باش تكون حطام ديال جهنم؟ انا راني نبكي الدم، القلب ديالي ينزف من نشوف بناتي يعني بنات المجتمع، هما بناتي، نشوف بنات المجتمع بالسروال وكذا وما عرف انا، هذيك القلب ديالها ينزف. لان الا ماتوا على هذه الحاله، لا صلاه لا ذكر سيدي ربي لا قرايه لا علم. بهذه الحاله اللي كنشوفوا في المهرجانات الرجال مع النساء في البحر، البحر عباد الله البحر، الناظر المنظور من العنون، ابراز العورات. اذا احنا غاديين ما كاينش اللي يقول الله اللهم انا هذا منكر، ما كاينش اللي يقول ودي فرحنا غاديين. واش ما هذا الشيء مش بغيتو سيد ربي يعطينا الشتاء؟ مازال شوف كنت نقول على المنبر اقسم برب العزه حينما يكثر الخبث ولا تجد في الأمة من يقول إنه خبث وإنه منكر ولم يوجد في الأرض من يغار على حرمات غار الله في عليائه فزلزل الأرض بهم وقال تزلزلي بهم. والله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واصبر وتستنى، واصبر حنا نستنى وضرب حنا استناو يعطينا ربي الماء ويولي لنا الماء كما كان بكري والحواس يتعمروا وتولي ان شاء الله الخضره اللي كانت كما بكري وتولي الارض خضره كما كانت بكري. مشيت درك خرجت من هذه الجهه، مشيت منها مشيت بركان وقلت خدمه. قلت الله اكبر، 5 سنين كنت نجي هنايا العينين ديالي يوليو باريين، القلب ديالي يشبع، الان كل شيء ولا حطب، الجر الاخضر ولا حطب، كلشي ولا حطب سوى اللي ما بغاش يشوف، سوى اللي ما بغاش يعتبر. واش بكري كنا نقولوا باللي غادي نبقاو نجيبو كيفاش تعصبني ولا باش نعيدو؟ ها نتاع البرتغال والبكري ديال البرازيل والبصلات دير كدير 17 درهم، واش كنا نديروا؟ ولكن
سيدي ربي سبحانه عز وجل واسمه يصوتنا لعلنا نرجع، لعل الإنسان يشوف الرغد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وش ولاو ولا راهم يوليو ولا ما المشكل راه ما راهمش يوليو، هذا الجواب هو اللي واعر. ولذلك بغيت السعادة اتصل بالقرآن واكثر الدعاء، يا رب ارحم هذه الأمة، يا رب ارض هذه الأمة للخير، يا رب ابعد بينها وبين المعصية، يا رب يا رب يا رب. كي تكون بوحدك وغير بينك وبين سيدي ربي في الليل دعي 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 صيام الليل على الأقل دعي دعي دعي. كي اللي كاع ما يتعيش الأمة كاع كاع ما حاسب شو اسمه فين احنا عايشين، كاع ما عارفش مفترق الطرق التي نعيش فيها، لأن باقي لنا غير حاجة واحدة، إما نولي ونصلحوا بحوالنا وربي يرفع علينا هالش، وإما نبقاو غافلين وزايدين فلما آسفونا انتقمنا من. ولا جا الانتقام تاع سيدي ربي فيك الوقيتة يدي كلشي الصالح والطالح، أما الطالح والفاسد لفساده، وأما الصالح لسكوته لسكوته كما قال سيدي ربي يا جبريل اجعل عالي هذه القرية سافلها، قال ربي إن فيها فلان صالح يقوم الليل ويصوم النهار، قال فبه فابدأ لم يتمعر وجهه مرة وهو يرى المنكرات. بدأ به بدأ به ويوم القيامة كل واحد يتبع على نيته، ولكن في الدنيا ما غارش على المخار حرمة. احنا نشوفه في بعضنا بعض احبابنا ما يصلوش ما نقولهمش علاش ما تصليش، بناتنا متبرجات ما نقولهمش علاش هذا الباس ما يديرها لا لبين في الدار ولا الاخ ولا الزوج ولا الجار ولا رجال التربيه ولا رجال التعليم ولا في الاعلام، حتى المساجد تدخل المسجد ما تسمعش كلمه تشير الى هذا الفساد، ما تسمعش كلمة تقول اتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في حرمات ربكم. خلت المنابر، حتى المنابر خلت من صوت يرفع الحق. ما يعني كيف غادي فين غادي تمشي؟ لازم شي. إذن هذه الثانية دعاء مستمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكاين سؤال اخر انا غادي نطول عليكم ولا زدت، كاين اخرى تقوى، كاين اخرى ان شاء الله تعالى هي النتيجه نتاع القران نتاع كما قال ولاد السنه كما قال سيدي ربي سبحانه عز وجل في القران في سوره طه. سيدي ربي كيقول في القران قبل ومن عرض عن ذكري واسمه قبل بها ان شاء الله تبارك وتعالى زيد اخويا لا قبل بها سيدي ربي سبحانه عز وجل فإما يأتيني مني هدى فمن اتبع هداي زيد فلا يضل ولا يشقى. الذي يتبع الهدى يتبع السنة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم لا يشقى. احنا السنة كيظلوا يهضروا فيها شي ناس، واش كاين واحد السيد كان يهضر على العشوب الآن ولا يهضر في الإمام البخاري وفي العلماء كما قال لي واحد من الخميرة الإمام البخاري يذهبوا في العلماء يظهر في الصحابة ما راح يفرغ غادي هاد السيد هاد الناس هادي مرام غادي أعوذ بالله وفتحين لهم القنوات وسكتين ويتكلموا في بلاد دستوره الإسلام وما كان جعل والو يهضر ويدير كذا وما كان هالشي راه خطر هالشي. تعرفوا كيفاش يدير يتكلم عن السنة تاع المصحف؟ تعرفوا هذا الإحراق ديال المصحف اللي كان في السويد؟ تعرفوا اسمه قال عليه واسمه قال قال لهم السيف عندهم الحق يحرقوا القرآن. علاش؟ لأن البخاري والحديث تاع البخاري فيها كذا. شوف يعني السبب ديال شكون هو 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 هو, هو النبي صلى الله عليه وسلم. لطيف ولطيف ولطيف وعادي ويقولوها ونشروها ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فاتباع السنة اتباع هدى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره
يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذو ثلاثة هنا سيدي ياسر اللي غادي يتزوج، القرآن والدعاء السنة، القرآن الدعاء السنة. اسمع السي إبراهيم، ها السي إبراهيم، ها السي سعيد، فين السي إبراهيم؟ السي إبراهيم توا ايوه ايوا القرآن سمعت السي إبراهيم، الدعاء والسنة، والثالثة واش هو يا شيخ تبارك وتعالى؟ خوف الله، خوف الله لا إله إلا الله. يقول تعالى ونيسرك ليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. دائما السعيد شكون هو؟ سيجنبها الأشقى. الأشقى شكون هو؟ اللي ما يخافش الله، اللي ما يخافش الله شقي، اللي يخاف الله سعيد، اللي يعيش خايف الصدق، اللي خاف ربي، اللي خاف ربي. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذب ذوات أفنان. وقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى الخيرات التي يعطيها الله تعالى لمن يخاف الله. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سورة المؤمنون، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت لهم من عائشة أهم الذين يزنون قال لا يا ابنة الصديق هم الذين يصلون ويصومون ويحجون ولكن يخشون يخافون الله أن لا يتقبل منهم. هذا الخوف. الرابع واسمه أربعة، والخامس واسمه ها بس التقوى الله. يقول سيد ربي سبحانه عز وجل وسيجنبها الأتقى من قبل واسمه ها. وأما من خاف كما يقول سيد ربي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر العسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى، وما يغني عنه مال إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. أشقى ولس وسيجنبها الأتقى. سيجنب الشقاوة الأتقى، التقي لا يشقى. ما معنى يتقي الله؟ يجعل بينه وبين سخط الله وقاية، وذلك بتأدية والامتثال لأمره واجتناب ما نهى الله عنه. تقوى، تقوى رتب عليه الله كاع الربح نتاع الدنيا والآخرة. الله مع التقين، الله يحب المتقين، المتقين في جنات ونهر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهكذا. اللي يبغى الجنة. هذه من المسائل ديال السعادة إن شاء الله تبارك وتعالى. كاش حاجة أخرى من المسائل تاع السعادة؟ أقول له أحبة أقول له غادي تزوجوا، قول له السي إبراهيم كاش حاجة أخرى تزيدها إن شاء الله باش تكون السعادة؟ أفرك السي سعيد كاش حاجة تزيدها؟ فرق السي سعيد كاش حاجة تزيدها فوق هذا؟ إيوا إلا ما عرفتوش هذه أنتم اللي غادي تزوجوا إيوا خصكم تعرفوها الليلة باش إن شاء الله تكون من الوسائل المعتمدة في استجلاب السعادة. واسمه هي؟ ربي 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 إني عبد الله أتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الوالدة، الوالدين يا اللي غادي يتزوجوا. عندك تجي عندك المرأة وديك تعصيلتك بالوالدين، أنا ولا باك، أنا ولا أمك، أمك راه بدها تبرصني، غير تخرج أمك راه تقلب لي دردازي، واسمع، وفتالي مسكيني نقول والله، مشيت هاد المرة نصلح ما بين المرأة، ما الرجل بقى بين المرأة. في يوم عرفة الرجل قابس كي ما بين أمه وما بين المرأة، قال لي نمشيو نجيبوا المرأة، قلت له ما نمشيوش نجيبوا المرأة، أولا نمشيو عند الأمين، مشيت عند الأمين شي ساعة وأنا معها وفي التالي قبلت، قالت لي واخا ولدي صافي، إذا كان على هذا الشيء واخا سيدي. مشيت عند المرأة أنا وياها أنا ورجلها وهضرت معها وقلت لها تعاوني لنا وكذا، المهم قبلوا
ولكن هذاك القبول يعني غير شويه ماشي باللي مشيت وتكلمت لهم وجبتهم الاحاديث وكذا وشي ما يشوف شي المراه ما تشوف الراجل والراجل ما يشوف المراه والولد مسكين في وسطهم ما يصاب كاع كيد ما صقع المراه عنده معها الوليدات الميان اخويا عندهم مو شحال جاهدت عليه وكذا واش كيدير بقات وحدها قالت له ما يجي مرتك ما تجيش عندي ما تجيش عندي ما تشوفني ما نشوفه وهو بقى مسكين حياة او صافي انا حسب لي باللي قضيتها وهذا الامر هذا ديال سيد ربي هذا كما قال سيد ربي لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوب ولكن الله الف بين الله الله ايوا واش غادي نقول لك الخلاصه نتاع في التالي واسمه هو خرجوا شي ما يشوفوش الرجل في التالي منين المراه مشات الرجل في التالي قال لي تندير مع المراه واش ندير مع المراه واش نفضي معها ما واش نفضي معها قلت له امك راه فاهمه طلع فمك والزوجه ديالك راه امين ولادك صبر عليها فلعل الله يجعل الوقت جزء من العلاج ادعي الله ادعي الله ادعي الله ما تقلقش ما تشتش العائله ديالك شوف شوف النفوس كي دايره الاسباب السعاده نتاع اللي يتزوج هو الا كان شي مراه تعاونوا على البر ديال الوالدين يقولوا تهلا فمك تهلا باك تهلا فمك الا صبت المراه ديالك توصيك على امك وباك وكل خطره كل خطره انت كتجيب شي حاجه للدار زينه تقول لك واش امك وباك واش عندهم هاد الشيء ولا 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 عرب لا صافي راك ديت خير الدنيا ولا خير ولا بقيت تدي لامك المسكه دس على المراه ديالك نعرف واحد السيد يدس الشيء ويديه لامه يقول ماما ما تقوليش يا ما عندي العقرب عاد كي تقول الا سات باش تصبت الخبر غادي كيف تعمل وغتخيل تك باش هذا الشيء درك ولا ما بقاش شايف بزاف على كل حال هذا حسب ما فتح الله في هذه الليلة لما ذكرت أن اسم أحد العريسين اسمه سعيد فأردت بإذن الله تعالى أن أربط الزواج بالسعادة فهو لذاته أبدا لن يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان مستجمعا لجميع شروط السعادة من أصلها القرآن الدعاء اتباع السنة زين تقوى الله خشية الله وبر الوالدين هذه إن شاء الله إلى الزواج وصلك لهذه المسائل المرة تقول قرأ القرآن صلي في الوقت تقي الله خف مولاك صل رحمك طلف والديك أعرف بأن الله راك إن شاء الله تعالى في السكن تاع الفلاح مريقل وإلى الله يستر يا ربي نسأل الله العفو والعافية ديت واحد المرأة الليلة هي غير مع هذا وشوف هذا حسد هذا عندك هكذا وتوشوف لك في الوذنين كيقول له حديث الوسادة حشادي مكرات قد الله يتكح علينا هذاك خوك هذاك هو هذا الجماعي وين المبتدئ يا مسكين يا كاسيطة كل ليلة الكاسيطة كل ليلة الكاسيطة كل ليلة مشات نرفع العائلة كانت هكذا مجموعة هكذا لأن كانت كانت المي فلما ماتت الأم كل ولى وجهه شطرا آخر فتفرق الجميع بسبب حديث بسبب الحديث نتاع الوسادة خدش ما بقى يشوفش واش سمعتو ويكمل يخوفتكم ويكمل خوفش لا هادشي راه الحمد لله ولكن الحمد لله راه كاين الخير كاين هذا غير بغيتنا قال لك اسدي قال لك اللي يخوفك باش توصل احسن من اللي يامنك وتطيح اللي يخوفك يقول لك حضر روحك راه الطريق فيها الحفرات وكذا وكذا دير طاسيون يعني توصل بس هذاك اللي يجي يقول لك الدعوة مخيرة الطريق ما فيها والو وانت جاي هكذا مغمض عينيك وتطيح في الحفرة
وهذا هو. اي والله يبارك لهم. اللهم امين. والله يجعل سيدي ربي يفرحهم. اللهم امين. والله يزوج اللي ماشي مزوج. اللهم امين. واللي مزوج الله يعطيه الاولاد. اللهم امين. واللي عنده الاولاد الله يبارك له فيهم. اللهم امين. واللي عنده وحده الله يجعل سيدي ربي يبارك له فيها. والله يزيد له الله يزيد له ماشي قاعد. واخوتي انا عيان شويه ودائما اليوم كي نمشي نقصر غير ندير الكلمه نمشي نروح ما تفهموش باللي انا ما بغيتش ناكل. انا كنت ناكل كليت كثر بحق بزاف. انا نشرب الماء ان شاء الله وندعي لكم في كل وقت وانتم ادعوا معنا وغادي نمشي نروح ان شاء الله. الله يحفظكم الله يرفع قدركم الله يجازيكم بخير الله ينوركم الله يجعلكم من اهل الجنه الله يوفقكم لما فيه الخير. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين. العشاء الروحي ولكن خصنا العشاء المادي. والله ما عندي فين ندير والله ما بقيت نقدر. والله الا بحال اللي كليت وشربت كي شتكم عندي خير من الدنيا وما فيها. الله يكرمك. والله انا اليوم الوالد متوفي. واخا سيدي الوالد متوفي. الوالد لا خلوا انتم حتى غير الوالد. لا لا اصلا الوالد المتوفي هذا الوالد ديال العريس ديال غير ديال العريس ديال سعومانسكي. الوالد ان شاء الله المتوفي كان مؤمنا. تبارك الله. كان محبا للمسجد. الله اكبر. الله اكبر. الله يطول من المحبين. الا نعرف واش الوالد تاع السي سعيد كان صديقي واخويا في الله وحبيبي في الله وهذا اخوته هذا وهذا وهذا راه مباينين يعني غير في هذاك. من هو؟ فرث هذاك من الكاسكيت. هذاك من الكاسكيت. هذاك كان الصديق نتاعي والاخ نتاعي كان يحضر لي في كل رحمه كان يحضر لي في كل شيء. كان صاحب خلق طيب 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 وكان يحبني في الله فلا اله الا الله والحمد لله والصلاه والسلام على مولانا رسول الله وعلى اله وصحابته وجميع من والاه. كي يسموا لك الحبيب تاعنا كي يسموه السميه؟ الحاج عمر. الحاج عمر خونا الحاج عمر الذي سبقنا الى الرفيق الاعلى. نسال الله تعالى يا اكرم مسؤول ويا خير مامول في هذه الليله المباركه وبحضور هذه الوجوه الطيبه نسالك بعد الثناء عليك كما يليق بجلال وجهك وعظيم السلطان وبعد الصلاة على النبي الصلاة التي تليق برسول الله الصلاة الدائمة بدوام وجه الله الباقية ببقاء ملك الله نسألك ربي بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعله في ريحة في روح وريحان من الله. اللهم احشره مع رسول الله. اللهم احشر أخانا الحاج عمر مع رسول الله. اللهم تقبل منه الحسنات وتجاوز له عن السيئات وارفع له الدرجات واحشره في واسع الجنات برفيق سيد الكائنات يا رب الأرض والسماوات. نطلب الله لخونا الحاج عمر الذي افتقدناه في مجالسنا كان يحضر لي في المجالس كامل. نسأل الله كما كان يحب مجالس العلم أن يجعله من أحباب رسول الله. نسأل الله تعالى أن يجعله بإذن الله في أعلى عليين في أعلى عليين. ونسأل الله لأولاده أن يكونوا بإذن الله عدادات حسنات يجري الله بصلاحهم حسناتهم لوالديهم إلى يوم القيامة. يا رب يا رب. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ورفع الله قدركم وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب.